السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، وأهلا بحضراتكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من الأطباء. ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء، وجعل الأطباء سببا من أسباب الشفاء. نجدد تحية ونستكمل اللقاء والحديث حول الداء الذي ينتشر الانتشار الوبائي في العالم قاطبة وفي منطقتنا العربية على وجه الخصوص، داء تكيس الموبايل. يأتي هذه الحلقات ضمن منظمة الصحة العالمية التي توصي برفع التوعية والتثقيف الصحي عن تكيس المبايض في العالم جميعا نتيجة للانتشار المخيف لهذا المرض في السنوات الأخيرة. لغة الأرقام هي أصدق المظهرات لهذا المرض، وهي الأصدق دائما في إظهار نسبة حدوث هذا المرض وانتشاره، ونحن نتحدث عن هذه اللغة. فتعالوا نتابع اللي قلناه في الحلقات السابقة ونشوف إيه اللي هنضيفه جديد في تكيس المبايض، المرض الذي ينتشر هذا الانتشار الوبائي بالصورة المقلقة لمنظمة الصحة العالمية وللحكومات في بعض الدول وفي منطقتنا العربية والحكومة المصرية التي تأخذ خطوات جادة ضد هذه الأمراض المرتبطة بالعادات الغذائية والتمثيل الغذائي. تعالوا نشوف ماذا يخبئ لنا تكيس المبايض. تكيس المبايض، نشوف أول صورة، المرض الذي أصبح ينتشر في كل الأعراق وفي كل الأجناس وفي كل مناطق العالم. لحد سنوات بسيطة سابقة، لحد 10-20 سنة، كان بيقولوا أن تكيس المبايض ده موجود في مناطق معينة وفي أجناس معينة وفي السيدات البدينات فقط. صحيح البدينات هم الأكثر عرضة للإصابة بتكيس المبايض، لكن الآن تكيس المبايض يصيب البدينات والنحيفات، والنحيفات بتبقى الحالات الأقصى، يصيب كل مناطق العالم، كل الأجناس، كل الأعراق، كل المناطق أصبحت نسبة الإصابة مرتفعة. وإن كانت الإصابة مرتفعة في مناطق أكثر في العالم، لكن تكيس المبايض يؤثر في كل السيدات الطويلة والقصيرة والتخينة والرفيعة والبيضاء والسمراء وذات البشرات المختلفة والأعراق المختلفة. هذا الانتشار الشديد حدث في السنوات الأخيرة، هنشوف نتكلم عليه إزاي، ونشوف الصورة اللي بعديها، ونشوف لغة الأرقام التي لا تخطئ. تكيس المبايض كان من المتعارف حتى سنوات قليلة ماضية أنه يؤثر في واحد من كل 10 سيدات، و10% من سيدات العالم مصابات بتكيس المبايض. هذه النسبة تضاعفت في السنوات الأخيرة لتصبح تقريبا واحد من كل 5 سيدات، وهذا الضعف في سنوات قليلة. وفي منطقتنا العربية للأسف الشديد أصبحت النسبة تقترب من واحد من كل 3 سيدات ماشيين في الشارع واحدة فيهم عندها تكيس مبايض أو في طريقها الإصابة بتكيس المبايض. 30% من السيدات في منطقتنا مصابات بهذا الداء أو عرضة الإصابة به. انتشار مقلق جدا، ونشوف كمان أرقام أخرى بتتكلم على تكيس المبايض. دي منطقتنا العربية، واحد من كل 3 سيدات يسرن في الشوارع في المنطقة العربية هي مريضة تكيس مبايض أو في طريقها الإصابة بهذا الداء الذي ينتشر هذا الانتشار الوبائي المقلق لمنظمة الصحة العالمية. وهنشوف كيف نرفع التثقيف الصحي عنه، ونشوف الصورة اللي بعديها. لغة الأرقام هي الأصدق دائما. أول من سجل هذا المرض كان موجودا من قبل، لكن أول من سجله تسجيل طبي واضح في أبحاث طبية مقننة هم شتاين وليفنثال، ويجب أن نذكر لهم الفضل لأن المرض ظل لسنوات طويلة يعرف باسمهم شتاين أند ليفنثال سندروم، لحد ما استبدل ببوليسيستيك أوفيريان سندروم، داء تكيس المبايض. بيتعرف عليه ببوليسيستيك ديزيز أو بوليسيستيك سندروم، وبيكتب اختصارا BCO باللغة الإنجليزية، والأمريكيات بيكتبوه BCOS بوليسيستيك أوفيريان سندروم، وبينطقوه بيكوز اختصارا لهذه الجملة بوليسيستيك أوفيريان سندروم. فحنسمع في الفيديو النهاردة بيكوز يعني تكيس المبايض، لكن يرجع الفضل إلى دكتور شتاين ودكتور ليفنثال، هم اللي اكتشفوه سنة 1935. هذا المرض يقترب من 85 عام من نشره في المراجع الطبية. من سنة 1935 حتى عام 2000 سجل فقط تقريبا 8000 بحث موثق عن تكيس المبايض. من عام 2000 لعام 2015 20000 بحث موثق في الدوريات الطبية المعتمدة. أكتر من كده، هو أكتر مناطق البحث الطبي في العالم
حصل زيادة مضطردة في الأعداد بتاعة مرض، وبالتالي في أعداد الأبحاث، وبالتالي باهتمام الناس، وهو المرض رقم واحد في محركات البحث في العالم، لأنه بيؤثر في حوالي 50% من 30% من سيدات مناطق معينة، وحوالي 20% في مناطق أخرى، و10% في العالم قاطبة. 50-70% من مريضات تكيس المبايض عندهم زيادة في الشعر وفي مناطق غير مرغوبة، 50% فقط هم اللي مشخصين. وبالتالي لا عجب لما ست تروح لطبيب متخصص يقول لها عندك تكيس مبايض، ما تقولوش ما حدش قبل كده قال لي، لأن 50% من المريضات لم يتم تشخيصهم لأنهم لم يذهبوا للمكان الصحيح، أو لم يتم إجراء تحاليل صحيحة، أو لم يتم رؤيتها بواسطة عين متخصصة. 50% لم يتم تشخيصهم رغما عن الانتشار اللي احنا بنقوله. 15% من السيدات اللي في سن الحمل والإنجاب عندهم تكيس مبايض، والنسبة تعتلي في بعض ترتفع في بعض الدول إلى حوالي 30%. 75% منهم على الأكثر بيبقوا بدينات، وبالتالي النحيفات ليسوا بمنأى الإصابة بتكيس المبايض، لكن البدينات أكتر. لكن ما تجيش واحدة رفيعة وتقول إزاي تقولين عندي تكيس مبايض وأنا نحيفة كده، النحيفات كمان يصيبهم تكيس المبايض. لا حدود ولا واقي من هذا المرض، لا جنس ولا عرق ولا سن ولا وزن يقي من الإصابة بتكيس المبايض. 50-70% على الأقل عندهم مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين وفي طريقهم للإصابة بداء السكري. 50% منهم هيحصل لهم الإصابة بالسكر من النوع الثاني قبل سن 40 سنة، و50% تانيين بعد سن 40 سنة. ونشوف الصورة اللي بعديها علشان الأرقام التي لا تخطئ وحديث الأرقام الذي يظهر المشكلة. 10% من السيدات في سن الحمل والإنجاب في العالم عندهم تكيس مبايض، ترتفع النسبة في مناطق معينة من العالم. الحلقات القادمة هنتكلم على الهند كمثال. و 50% فقط هم اللي مشخصين، 50% على الأقل هيجي لهم داء السكر قبل سن 40 سنة. بيمثل ضغط على الحكومة الأمريكية واقتصادياتها 4.3 بليون دولار يتم صرفها سنويا على علاج تكيس المبايض ومشاكله الطبية. وبيزيد نسب الإصابة بالسرطانات في جسم الرحم وفي الثدي في عمر متقدم 3 أضعاف النسبة المتعارف عليه. عشان كده نتيجة لانتشار تكيس المبايض ابتدت السيدات تبحث بنفسها عن سبب لهذا المرض، عن علاج لهذا المرض. منتشر البحث جدا عليه على محركات البحث على الانترنت، وابتدت بعض السيدات تعمل فيديوهات تعلم الستات التانيين مشكلتهم والتاريخ اللي هم مروا بيه وثقافتهم والخبرات اللي هم اكتسبوها في داء تكيس المبايض. منها الفيديو اللي هنشوفه كمان دقائق. الفيديو ده من الفيديوهات المرشحة بمنظمة الصحة العالمية اللي بتقول ان ده فيديو جيد لرفع التثقيف الطبي عن تكيس المبايض. دي مريضة من مريضات تكيس المبايض في امريكا هتتكلم على تكيس المبايض، مألفة أغنية عليه. الأغنية هنسيبها تتعرض لحضراتكم. بتقول أنا من زمان عندي بيكوز، اللي هو اختصار كلمة بوليسيستيك أوفيريان سيندروم، من وأنا في سن البلوغ وأنا ممتلئة وبدينة. بعد شوية ابتدى يظهر عليا مشاكل، أنا بترجم اللي هتقوله في الفيديو، مشاكل في تأخر الدورة، ثم تساقط في شعر الرأس، ثم في زيادة في الشعر في مناطق غير مرغوبة. بعد شوية البدانة بتاعتي حجمت حركتي، بقت عندي مشاكل في ممارسة الرياضة وفي ممارسة الحياتية، حتى الغضاريف بتاعت ركبتي ابتدت تتأثر. كان نفسي ان انا ابقى طبيعية، لكن تكيس المبايض معركة مستمرة يومية، لانني اواجه مجهول انا مش مذنبة فيه، لان عندي استعداد وراسي له، وعندي استعداد وراسي الاصابة بالسكر. على طول وزني بيزيد، بحاول دايما ان انا اعمل دايت وانزل وزني، لان الدكاترة قالوا لي ان ده نمرة واحد. لكن علينا كل المصابات بتكيس المبايض الا نستسلم لهذا المرض ونظل في محاربته، لانه مرض مزمن لا شفاء منه حتى هذه اللحظة، ولكن يمكن السيطرة عليه بتغيير النظام الحياتي والعادات الغذائية والوزن. ده اللي بتقوله هذه السيدة اختصارا في الفيديو اللي حسبه لكم بصوتها وبالأغنية اللي هي عاملاها وبالريكومنديشنز بتاعة منظمة الصحة العالمية اللي بتقول ان الفيديو ده من الفيديوهات الدعائية لرفع التثقيف الطبي. نشوف الفيديو مع بعض، وهحاول اقلل تعليقي واسيب الصوت لحضراتكم علشان نشوف ما تقوله هذه السيدة عن اصابتها بتكيس المبايض. بوليسيستيك اوفيريان سيندروم ده اسم المرض، بيكوز
اتس ان هرمونال امبالانس، هو خلل في الهرمونات. هي بتشرحه، بتقول خبرتها منه، بيبقى فيها مشاكل في عدم نضوج البويضات، وبالتالي ده المبيض الطبيعي بتنضج فيه بويضات، المبيض بتاعها لا تنضج البويضات وتكبر وتبقى عباره عن اكياس محتجزه داخل المبيض، فيبقى عندها التكيس ده. لكن this is only the beginning، هذه هي البدايه فقط، لكن في مشاكل أخرى هي كانت عرضة ليها، هذه البشرة الدهنية، الزيادة المضطردة في الوزن، كمان العرق وزيادة في التعرق، وزيادة في الشعر في مناطق معينة، وتساقط شعر الرأس، وزيادة في الزوائد الجلدية. دي الحاجات اللي ممكن رؤيتها بالعين، لكن في حاجات تانية لا يمكن رؤيتها، الاستعداد الجيني والوراثي، المشاكل النفسية، المشاكل في النوم وساعاته، المشاكل العصبية، كل ده بيؤثر على مريضات تكيس المبايض اللي بيجي لهم سكر عند سن 40 سنة، وبيبقوا عرضة لمشاكل قلبية وارتفاع كوليسترول وسليب أبنية. كل دي مشاكل السيدات دول بيبقوا عرضة ليها. 10-30% من سيدات تكيس المبايض عندهم مشاكل في انهم يحملوا، 50% منهم على الأكثر لما بيحملوا بيحصل لهم إجهاض متكرر. يعني في مشاكل كتير هي عمالة تحكي عليها. إذا كان ممكن نشوف بقى، أتراجع صوتي أنا ونشوف صوتها وهي بتتكلم عن نفسها. بيزيد من مراحل النضوج بتاعتها والبلوغ لحد ما وصلت سن الشباب، وانها ابتدت تعاني من السمنه المضطرده، وابتدت تعرف ان عندها تكيس مبايض. This is a struggle، معركه يوميه اللي بتواجهي مجهول ما انتش عارفاه، هو ده اللي بتقوله. نرجع للصوت. 10% من السيدات ممكن تغييره بتغيير نظام الحياه. بتقول ممكن يكون موجود في جيراني، في زمايلي، في اللي في الشغل معايا. هل انت واحده من دول؟ هل انت واحده من مريضات تكيس المبايض؟ هل عندك المشاكل دي؟ هل منتشر جدا؟ هل ممكن يكون انت اللي مريضه بتكيس المبايض؟ بي سي او اويرنس، عايزين نرفع الوعي الطبي والصحي عن تكيس المبايض. وهي بتقول، معلش ممكن اوقف الفيديو، بتقول لو سمحتم تكيس المبايض مشكله مرهقه، ومش معنى كل ست بدينة تشوفوها في الشارع ان هي كسولة وانها ما بتمارس الرياضة، مش معنى كل ست عندها بشرة دهنية او حبوب في وشها انها قليلة في نظافتها الشخصية. هذا مرض يؤثر على هرمونات السيدة، وهذه الهرمونات الداخلية بتعمل مشاكل في البشرة وفي الوجه وفي الشكل الخارجي. فلو سمحتوا ما تحكموش على السيدات هذا الحكم الخارجي الجائر، لانكم لا تعلموا المعركة التي تواجهها مريضة تكيس المبايض يوميا. هسيب الفيديو يكمل ونشوف صوتها والريكومنديشنز. كل واحدة عندها ستوري، everyone has a story. نزيد الصوت كده. بتقول لو سمحتم ما تخافيش، لو عندك حاجة من الأعراض دي ممكن نقف، لو عندك حاجة من الأعراض دي ممكن نرجع ثواني بسيطة في الفيديو، نقف عند كده. لو عندك حاجة من الأعراض دي ما تخافيش وروحي للدكتور وحرب المرض ده، جايز في يوم نلاقي كيور، نلاقي شفاء. حتى هذه اللحظة لا يوجد شفاء من مرض تكيس المبايض، هو مرض لا يشفى، مرض مزمن، مرض يمكن السيطرة عليه، يمكن التغلب عليه، يمكن تحجيمه، لكن ملوش حتى هذه اللحظة كيور، يعني شفاء تام. لكن بتقول لو سمحتم عايزين spread awareness، انشروا الوعي بتكيس المبايض، خلوا الستات تعرفوا، خلي الستات ما تخافش، خلي الستات تواجهوا، خلي الستات اللي عندهم تكيس مبايض يروحوا لدكتور متخصص ويقولوا الأعراض اللي عندهم ويواجهوا هذه المعركة ويحاربوها. جايز في يوم نقدر نلاقي حاجة تشفي هذا المرض، ولو ما لقيناش احنا نقدر نسيطر عليه ونحطه تحت السيطرة بتغييرات بسيطة في العادات الغذائية وفي الوزن زي ما هي قالت. نكمل الفيديو الآخر لو سمحتم. نكمل فيديو الصوت. The most important، أهم حاجة هو تناغم السيدات، وإنهم يحطوا إيدهم في إيد بعض، الطويلة والقصيرة والتخينة والرفيعة، عشان يدوا لبعض الأمل إنهم بيواجهوا هذا المجهول وهذا العدو ويقدروا يحاربوه، ونقدر نرفع التثقيف الطبي والصحي فنعرف في إيه. نشوف الفيديو لأخره، آخر جملة هتقال فيه.
Never give up hope. عمرك ما تفقدي الأمل في محاربة تكيس الموبايل، لأن دائما هناك أمل وهو مرض يمكن السيطرة عليه. صحيح لا يمكن شفائه، لكن يمكن السيطرة عليه. باختصار هذه خبرة سيدة عانت من تكيس الموبايل منذ أن كانت في سن البلوغ، والكلام اللي بتقوله كلام طبي وكلام علمي وحقيقي تماما. أترككم لفاصل قصير، وبعد الفاصل نستكمل الحديث عن الوباء الأكثر انتشارا هرمونيا في العالم وتكيس الموبايل. فاصل، وبعد الفاصل نواصل الأطباء وتكيس الموبايل. نجدد التحية ونستكمل الحديث عن تكيس الموبايل. لغة الأرقام هي اللغة الأكثر صدقاً والأكثر توضيحاً لعنف المشكلة. فنرجع تاني للصورة اللي بعد الفيديو ونشوف الأرقام ماذا تقول عن تكيس الموبايل. طيب الصورة دي مهمة جداً، لأن حضراتكم بتسألوني طب وإيه سبب تكيس الموبايل؟ وإيه السبب أنه انتشر وزاد في الفترة الأخيرة؟ الصورة اللي قدام حضراتكم بتوضح خمس أسباب متعارف عليها ويعتقد في أنها سبب لتكيس الموبايل. ناخد الصورة فول سكرين بعدين نرجع نشرح. الصورة هتبقى على الشاشة قدام حضراتكم. أول حاجة موجودة على الشاشة في اليمين، أولا كلمة PCOs اللي هو تكيس الموبايل، في كده خمس أصابع يشير لهم الاتهام بأسباب تكيس الموبايل. اللي على اليمين هو شكل الكروموزوم، في استعداد جيني ووراثي وكروموزومي، في استعداد في بنية هذه السيدة استعداد لإصابتها بهذا المرض، في جينات بتخلي السيدة ترجح إصابتها بهذا المرض، لكنها ليست يقينا أن تصاب بهذا المرض. تاني حاجة كانت واضحة في الصورة، لو نرجع للصورة تاني، تاني حاجة الصباع التاني اللي بيشير له الاتهام بتكيس الموبايل، العادات الغذائية، وجايبين صورة للجانج فود، العادات الغذائية. ليه تكيس الموبايل زاد؟ لأن العادات الغذائية اتغيرت، لأن الناس بقت تاكل الأكل اللي كله لحوم مصنعة، اللي فيه همبرجر، اللي فيه دقيق بصورة عالية، اللي فيه سكر بصورة عالية. تغير العادات الغذائية قال هذه الأغذية بتثير مشكلة اسمها الاستعداد الوراثي للسكر ومقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين. الذراع او الاصبع الثالث هو مقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين، ويمكن الحاجه الاخيره اللي موجوده في شمال الشاشه هو الزياده المضطرده في الوزن. نرجع كده من الصوره ونكلم بقى بتوضيح اكتر، ونقول ان السبب الرئيسي للاصابه بتكيس الموبايل هو استعداد جيني وكروموزومي في جسد هذه السيده. هذه السيده تبتدي تظهره بتغير عاداتها الغذائيه عن العادات الغذائيه اللي كانت موجوده في والدتها وخالتها جدتها من 20 سنة، نتيجة لتغير نوعية الأكل. هذا التغير في نوعية الأكل والجانج فود أظهر حاجة اسمها الاستعداد الوراثي للسكر ومقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين، وهذا هو المحرك الرئيسي للإصابة بتكيس الموبايل. نشرحه كده بس نشوف الصورة اللي بعديها، أظن بتشرحه بطريقة أوضح إذا كانت الصورة اللي بعديها معانا. أيوة هذه الصورة بتقول اللي أنت بتقوله ده. إيه العلاقة بين واحدة عندها استعداد وراثي للسكر ومقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين ومرض بتاع أمراض نسا وخلل هرموني وهو تكيس الموبايل؟ هذه الصورة بتشير لصورة الكروموزوم اللي هي الذراع ده الجيناتيك فاكتور، لكن في مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين. أشرح بقى مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين دي يعني إيه. الحقيقة هو المرض ليس اسمه تكيس موبايل ولا اسمه داء السكري، هو اسمه إنسولين ريزيستنس، مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين. في عائلات عندها استعداد وراثي للسكر لأن جسمها يقاوم عمل هرمون الإنسولين. هرمون الإنسولين هرمون مسؤول عن أنه يخفض السكر في الدم بعد الوجبات. لما ناكل مفروض ان بعد ساعتين من الاكل سكرنا يرجع للحدود الطبيعية بتأثير هرمون الانسولين. هرمون الانسولين ده لو بيشتغل كويس هيرجع السكر للارقام الطبيعية بعد ساعتين من الاكل. بعض العائلات وبعض السيدات ورثت استعداد وراثي للسكر فجسمها يقاوم عمل هرمون الانسولين. يعني ايه؟ يعني لما تاكل أكلة هرمون الإنسولين هيرتفع عشان يحاول يخفض السكر في الدم، ما يقدرش لأن في حاجات بتقاوم عمله في جسم الست دي، فهرمون الإنسولين يرتفع أكتر عشان يحاول يخفض السكر في الدم ويعمل الوظيفة بتاعته، ما يقدرش يشتغل فيرتفع أكتر.
فما يقدرش يشتغل لان الجسم يقاومه فيرتفع بكميه كبيره قوي. فنهايه الامر ان بعد 3-4 ساعات من الوجبه يستطيع هرمون الانسولين ان يخفض السكر في الدم، لكن لان هرمون الانسولين اللي افرز عشان يعمل الوظيفه دي بكميه كبيره جدا فهيخفض السكر انخفاض شديد بعد 3-4 ساعات من الوجبه. يقوم الناس دول يقول لك انا باكل وبعد 3-4 ساعات بحس بارهاق وخمول شديد ورغبه في ان انا اكل تاني لان الانسولين فجاه خفض السكر في دمه. طيب ما علينا من ده، على المدى البعيد هو بيستهلك الانسولين بكميات كبيره، على المدى البعيد الانسولين سينفذ. نرجع للصوره هنا، الصوره هنا في شمال الصوره فوق، ده البنكرياس اللي هو مكان اخراج هرمون الانسولين. لما الانسولين مش عارف يشتغل وفي انسولين ريزيستنس الانسولين هيفرز بكميات عاليه، الانسولين هيفضل عالي في الدم، على المدى البعيد الانسولين هيفقد من البنكرياس، يصاب هذا الشخص بداء السكري او بمرض السكر. لكن ما علينا، الانسولين عالي في دمه لفترات طويله، هذا الانسولين المرتفع هيروح ياثر على غده في المخ اسمها البيتويتري، الغده النخاميه الغده الرئيسيه الماستر اللي بتسيطر في عمل الغدد الصماء كلها. طيب الانسولين ارتفع في الدم لان الجسم بيقاومه، ارتفاع الانسولين بيعمل خلل في هرمون اسمه ال اتش، هرمون ال اتش ده هرمون يؤثر في وظيفه المبيض. هنا بقى جات العلاقه، عمالين نتكلم على سكر واكل وعادات غذائيه وزياده في الوزن ومقاومه في الجسم لعمل هرمون الانسولين وانسولين وبنكرياس وكبد، ايه علاقتكم انتوا دكاتره النساء بالكلام ده؟ الارتفاع المستمر للانسولين نتيجه لان الجسم يقاوم عمله يؤدي الى خلل في اداء الغده النخاميه التي تسيطر على عمل المبيض، يزيد هرمون اسمه هرمون ال اتش، زياده هرمون ال اتش يؤدي الى خلل في عمل المبيض ويبقى المبيض مصنع لتصنيع هرمونات ذكوريه تحت تاثير هذا الهرمون، وهذه الهرمونات الذكوريه اللي بترتفع داخل المبيض تؤدي الى خلل في عمليه التبويض وتوقف عمليه التبويض والبويضات تحتجز داخل المبيض في صوره اكياس صغيره فيصبح المبيض مجموعه من الاكياس الصغيره وبلا حدوث تبويض ويصبح تكيس مبايض. ونشوف الصورة اللي بعديها، يبقى السبب الرئيسي للإصابة بتكيس المبايض هو استعداد جيني، ها جينات، لكن في حاجات انفيرومنتال، في حاجات في الثقافة اليومية في الممارسات الحياتية في البيئة المحيطة بهذا المريض اللي هي ايه؟ عاداته الغذائية، بيختار اكل نوعه ايه وكميته ايه، الاكسرسايز، ها بيعمل مجهود ورياضة ولا لا، نتيجة للخلل في دول وإن عنده استعداد وراثي للسكر فعنده مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين مع خلل في عاداته ونوعية أكله اللي بقت فيها دقيق وسكر عالي وخمول وعدم ممارسة رياضة يرتفع الإنسولين وهذا يؤدي إلى زيادة مضطردة في الوزن أوبيزيتي وزيادة الإنسولين يؤدي إلى زيادة في هرمونات ذكورية ونهاية المطاف يبقى عندنا بيكوز الإصابة بتكيس المبايض. يبقى الإصابة بتكيس المبايض عبارة عن عدة أزرع بتجتمع للإصابة بهذا المرض، استعداد جيني ووراثي وخلل في العادات الغذائية وفي الممارسات الحياتية والرياضة ومقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين وزيادة مضطردة في الوزن كلها في منطقة أسفل البطن. أنت بتقول أنه بيجي في النحيفات أحيانا، أيوة بس يبقى عندهم زيادة في منطقة أسفل البطن وهذا نهاية يؤدي لتكيس مبايض وزيادة في هرمونات ذكورية. هو ده كيف ينشأ تكيس المبايض. تمام؟ فنشوف كده الصورة اللي بعديها وبعدين هسيب حضراتكم مع فيديو يلخص كل اللي بنقوله. ده الحاجات اللي بتؤثر في تكيس المبايض، ايه الحاجات اللي تسبب تكيس المبايض؟ اعلى الاصابات بتكيس المبايض والسبب الرئيسي للاصابه بتكيس المبايض هرمون الامبالانس، خلل في الهرمونات، وتاني حاجه مقاومه في الجسم لعمل هرمون الانسولين، وتالت حاجه الاسترس، الضغوط النفسيه والحياتيه والمجتمعيه، وكمان ميتابوليك ديفكت، خلل في عمليه التمثيل الغذائي. وتغير في النظام الحياة. هو دي الحاجات اللي اتغيرت في العشرين سنة الماضية اللي أدت لزيادة مضطردة في الإصابة بتكيس المبايض. هسيب حضراتكم مع فيديو مكتوب باللغة العربية يلخص لحضراتكم اللي قلناه النهاردة عن تكيس المبايض، ملخصه إيه وأسبابه إيه، وأترك حضراتكم مع الفيديو وأوعد حضراتكم بلقاء قريب نستكمل فيه الحديث عن تكيس المبايض. إلى أن أعود وألقاكم أترككم لسلام الله يحيط بكم ويرعاكم، ومعاكم أسباب تكيس المبايض.